الليلة بعد أن وضعت له الإفطار، قرص من الشعير وملح جريش ولبن حامض. قال: بني عهدتني آكل إدامين في طبق واحد، يا علي شنو هذا الإدامين؟ قال: أخشى أن يطول مقامي يوم القيامة، ارفعي أحد الإدامين. رفعت اللبن ثم تناول شيئا قليلا من ذلك الخبز بالملح الجريش، ثم مسح على بطنه، قال: الحمد لله، وقام إلى ورده، وكل ساعة يتلفت إلى السماء وهو يبكي، يقول: هي والله الليلة التي وعدتها، ما كذبت ولا كذبت. ثم أن إمامكم خرج من داره وزينب قد وضعت يدها على قلبها، خايفة على أبوها أمير المؤمنين. ساعة من خروج علي وإذا بالنداء بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل أمير المؤمنين، قتله أشقى الأشقياء. جاء الحسن إلى أبيه وجده بتلك الحالة قد خضبت شيبته بدمائه المقدسة، نادى: أبا من الذي أفجعنا بك؟ هالضربة اللي هدت أركان المسلمين، هاللي فعلها راح يا باب العلم، وين من جسر يا لاهوت هالأعظم يا ابو حسين؟ بطل ونينك يا الولي، قلبي تفتت اويلي، بطل ونينه والدمع حلو تحدى، صابغ بدم الراس وينادي يا شبه. هذا الذي مكتوب لي من عالم الذار، من عالم التكوين هالضربة انكتبه. أنا الذي ما هاب من خيل ولا رجال، ولا هاب من خوض المنايا وخوض الهوى. أنا لو حاربت بالكون به حل زلزال، قلبي فلت روع ولا الزندن جل. والله اصفرت الوان وسال دمع وظل ينادي، لا تهيجوني بالصوايح يا ولادي. سكتوا ترى نزف الدماء ذوب فادي، وشالوا فوق الروس والضجة ارتفعت. يلا نستقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع زينب على باب دار أمير المؤمنين. وزينب تنادي: هالذي محمول من وين؟ بل اخبروني يا اخواني حسن وحسين. قالوا لها: يا مخدرة سيد الكون، شهقت ولطمت راسها وللقاع خرت، صاحت ودمع العين فوق الخد يمال، اطلعت سالم ورجعت لي بهالحال. محمول يا ابو حسين فوق اجتاف الرجال، معلوم من بعدك بني عدنان ذل. أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا؟ يا الله، اللهم بجرح أمير المؤمنين فرج عنا يا الله.